الكنائس المحترم، حضورنا الكرام مع حفظ الألقاب والمقالات، المسيرة الخضراء المطهرة بقدر ما هي ملحمة وطنية خالدة تجسد لأروع صور التلاعب الوثيق بين عرش المجاهد وشعب مناضل في سبيل استكمال وحدة الوطن التراثية وصيانتها، بقدر ما هي نهج راسخ ومتواصل أساسه الإجماع الوطني لتحقيق مختلف الرهانات التنموية. فضلا عن كون ذكرى المسيرة الخضراء المظفرة مناسبة ترسخ للقيم الوطنية الحقة والمواطنة المسؤولة ولقيم الوفاء والعرفان ولإشاعة ثقافة الاستحقاق. وفي هذا الإطار واحتفاء بالذكرى 47 للمسيرة الخضراء المظفرة، أنعم عاهل البلاد بأمسنة ملكية شريفة على عدد من الأطر والموظفين العاملين بعمالة مقداس والذين برهنوا خلال مصائب المهن على تشبعهم بالروح الوطنية الصادقة والاستقامة والنزاهة في أدائهم لمهامهم خدمة للصالح العام. فليتفضل السيد عامل عبادة الناس المحترم بتوجيه المنعم عليه من طرف جلالة السيد محمد برة الكاتب العام لعمالة الفلاس وزام الاستحقاق الوطني من الدرجة الممتازة. السيد عبدي أوديجا رئيس قسم الموارد البشرية والوسائل العامة بعمالة مقداس وسام الاستحقاق الوطني بالدرجة الممتازة. السيدة وفاء زكي رئيسة قسم التعمير والبناء بعمالة مقداس وسام الاستحقاق الوطني بالدرجة الممتازة. السيد محمد حبل المتصرف الممتاز بقسم التعليم متقاعد وزام الاستحقاق الوطني بالدرجة الممتازة. السيدة فوزية بشوالي المتصرفة الممتازة بقسم الجماعات المحلية وزام الاستحقاق الوطني بالدرجة الممتازة. السيدة فاطمة السارة المتصرفة الممتازة بالمنطقة الحضرية المنزل وزام الاستحقاق الوطني بالدرجة الممتازة. السيد نصر الدين فجر المحاسب بقسم الميزان والصفقات بعمالة الفلاس وزام الاستحقاق الوطني من الدرجة الأولى. السيد محمد بوشامة تبني من الدرجة الأولى بمصلحة المجلسي متقاعد وزام الاستحقاق الوطني من الدرجة الأولى.
السيد محمد حجيرة خليفة قائد بالمنطقة الحضرية الإسماعيلية متقاعد وسام الاستحقاق الوطني من الدرجة الثانية. السيدة نادية العروسي المحررة من الدرجة الثانية بالملحقة الإدارية الأولى وسام الاستحقاق الوطني من الدرجة الثانية. السيد دريس علمي مساعد تقني من الدرجة الثالثة مصور بعمالة الناس وسام الاستحقاق الوطني من الدرجة الثالثة. صورة للمنعم عليه من طرف عامل البلاد رفقة السيد عامل عمالة الناس توظف في هذه المناسبة الغالية.